بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة دوار السويس، فرخ همور بسم الله ما شاء الله، تبع الأستاذ محمد عبد العزيز، وإن شاء الله الكارت بتاعه هينزل يا جماعة إن شاء الله. مع كاليميرا يا جماعة للمأكولات البحرية، جميع توريدات الأسماك وتنظيفها بأعلى جودة. جولة جديدة ولقاء جديد يا جماعة، أعزائي مشاهدي قناة جوار السويس، مع الشيف إبراهيم. هنعمل إيه دلوقتي في السمكة دي؟ دي أنا هقطعها جزء يا عم. يعني أنت شلت قشرها؟ يا جماعة هو راجل عشان وقتكم، شال القشر خالص وشال الخياشيم ونضف البطنية، وهيبدأ يتعامل معاها طريقة تقطيعها جزء. اتفضل. كانت عامله كام كيلو دي يا استاذ ابراهيم؟ دي 14 كيلو. 14 كيلو يا جماعه، فرخه هامور 14 كيلو. ان شاء الله هيتم تقطيعها جزل. طبعا يا جماعه الراجل بالنظافه العاليه لازم يشيل اي عرق دم عشان ما يعملش ايه؟ زفاره. طبعا شال الجلده بتاع سقف الحلق، والسمكه جاهزه على التشطيب الاخير، نظافه اخرانيه. بيشيل بطنيه الجلده دي، جلده البطنيه مش كده؟ بيشيلها ويجهزها في الاكل، دي تبقى زفره في الاكل. طبعا إعادة، يمكن يكون في قشرة لسه متبقية، فبيعمل عملية إعادة عشان يتأكد إن ما فيش قشر خالص في السمكة. مسافة 2-3 سنتي كده يا ابراهيم مش كده؟ صح ماشي. Thank you.
حدد الاول يا جماعه التقطيع بالسكينه، السكينه الكبيره، وبعدين بدا ينزل عليها بندق ماء الخشب عشان يخلص السلسله والجزء المتبقي من الناحيه الثانيه. بعد اذنك يا استاذ ابراهيم وريني بقى. طيب نخلص بقيه السمكه، الجزء اللي هو شابك من تحت. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعه الجزل بتاعت اللحم، لحم جودته عاليه. بسم الله تبارك الله، ربنا يحسن سوقها ويطعم صاحبها. الله ينور عليك. بصوا يا جماعه ده تابلوه فني مش تنظيف سمكه. دي خليها 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 خليها. بصوا يا جماعه الجمال مع الجمال حبيبي والله. هات 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 بقى، هات بايدك شيء. ايوه لا افرد لي كده وفرد لي بقى بايدك الثانيه اللحمه بقى. ايوه بصوا يا جماعه بسم الله تبارك الله، مش هقول غير ربنا يسلم صنعتك ويحسن سوقك، لان فعلا صنعه بسم الله ما شاء الله. وليه رايك يا باشمهندس؟ شرف فينا بس ربنا يعدينا الحمد لله. ربنا يعدينا وفيها مخاطرها اكيد. وريني ايديك متعوره بتقول قبل كده. الحمد لله يا جماعه، يعني صنعه يا جماعه من واحد جميله زميلك غصب عنه نطش فيك اكيد. يا ربنا يسلم. طيب طب دي هاخدها للجزء بتاعه. تعال تعالى ابراهيم. طبعا يا جماعه الاستاذ ابراهيم مش هيفوته حاجه، بعد ما خلص تقطيع قال لي لا لسه استنى، ده الدماغ لسه هيتعمل فيها شغل. الله ينور عليك، ربنا يحسن سوقك يا ابراهيم ويخلي لك صنعتك ويكفيك شرها يا رب. طبعا الجزء ده مع ده يا جماعه هيتعمل في الشوربه صح؟ صح. بصوا يا جماعه الراجل يعني اهو، بصوا يا جماعه خدنا الدماغ الفكين وخدنا بقيه الدماغ هيقسمها له تتعمل مع الشوربه.
الله ينور عليك. ربنا يحسن صورة يا حبيبي. اللهم امين يا عمي. ويدي لك صنعتك يا ابراهيم. اللهم امين. اول مره اصور عندك، بس بصراحه تشرفت وليا الفخر. انا اللي ليا الفخر ان انا بصور عندك. انا اللي ليا الفخر يا عم وتشرف بيا. هيبدا بقى يا جماعه يخلص الجزء على بعضها. طبعا دي عمليه مش سهله عشان يحافظ على التخانه دي يا جماعه في كل جزله، يعني ربنا يصلح حاله. لا تسلم ايدك. تسلم يا عم، ربنا يخليك ليا يا عم. ربنا يخليك ليا ويحسن سوقك يا رب. اللهم امين يا عم.